بدأ تنظيم داعش الإرهابي حملة عالمية سماها الانتقام للشام، وبعث برسائل إلى فروع ما سماها الولايات الإسلامية في مختلف أنحاء العالم يدفعهم لشن هجمات إرهابية انتقاما لما حل بدولة الخلافة المزعومة من انهيار في سوريا، في وقت حذر محللون لمرات عدة من أن خطر التنظيم لم ينتهي مع انتهاء مناطق سيطرته في سوريا. بعد أن طويت صفحة تنظيم داعش عسكريا في سوريا على يد قوات سوريا الديمقراطية، داعش لا يزال يشكل تهديدا وخطرا على العالم. العديد من التقارير أكدت أنه من الخطأ النظر إلى تنظيم داعش على أنه قوة عسكرية فقط، مؤكدة ضرورة توسيع نطاق محاربة فكر داعش الإرهابي في الوقت الراهن. وبدأ تنظيم داعش الإرهابي حملة عالمية سماها الانتقام للشام، وبعث برسائل إلى فروع ما سماه الولايات الإسلامية في مختلف أنحاء العالم يدفعهم لشن هجمات إرهابية انتقاما لما حل بدولة الخلافة المزعومة من انهيار في سوريا، في وقت حذر محللون لمرات عدة من أن خطر التنظيم لم ينتهي مع انتهاء مناطق سيطرته بسوريا. وقال تقرير أمريكي نشرته الأحد الماضي صحيفة ديفنس نيوز أخبار الدفاع التي تصدر في واشنطن ولها علاقات قوية مع كبار المسؤولين في البنتاغون، إنه في 8 أبريل نيسان أعلن تنظيم داعش رسميا بداية ما سماه حملة الانتقام لمقاطعة الشام المباركة، وأن هجمات من قبل فروعها في جميع أنحاء العالم قد بدأت. وقال التقرير يبدو أن الانتقام للشام هو مزيج من حملة منسقة إلى جانب الدعايات الانتهازية للهجمات التي كانت ستنفذ على أي حال، وذلك في محاولة لإعادة تأكيد قدرات المجموعة بعد سقوط ما يسمى بالخلافة المعلنة ذاتيا. وأضاف التقرير أنه لم يصدر عن داعش أي بيان حول الحملة غير المطالبة بهجمات باسمها، لكن يشير اسم الانتقام للشام إلى أنها بدأت مع نية تنفيذ هجمات انتقامية لفقدان أراضي سيطرة التنظيم في العراق وسوريا. وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت رسميا الهزيمة الكاملة لداعش في 23 من الشهر الماضي بعد تحرير على آخر معاقل داعش الباغوز في شرق سوريا. وأوضح التقرير رغم أن الحملة تحمل اسم الانتقام للشام فإن لها أبعادا عالمية، وتم فعلا شن هجمات حول العالم مشيرا إلى هجمات في سوريا والعراق وأفغانستان والنيجر ونيجيريا وليبيا وروسيا، وأنه بين 8 و10 من أبريل صدر 14 بيانا لهجمات في العراق و10 بيانات لهجمات في سوريا. في ظل كل هذه المعطيات والإحصائيات يبقى السؤال، هل انتهى داعش حقا أو إلى متى سيستمر العالم بالبحث عن آلية فعالة للقضاء على هذا التنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية من بوابة القضاء على الإيديولوجية التكفيرية؟ والحديث أكثر مشاهدينا حول هذا المحور، يسعدني أن أرحب بضيفاي، معي من باريس الأستاذ كادر بيري رئيس منظمة كرد بلا حدود، ومن باريس أيضا الأستاذ ألبرت فرحات صحفي ومختص بشؤون الإرهاب. ضيفاي الكرام أهلا بكم على شاشة قناة اليوم. أستاذ ألبرت لو أبدأ من لندنك، مساء الخير أولا. أهلا مساء الخير أستاذ ألبرت. يعني هذه التقارير التي تتحدث عن وعيد داعش للعالم تحت مسمى وعنوان انتقاما للشام، برأيكم هل بات التنظيم الآن في طور أبعاد عالمية وتهديد بصيغة دعنا نقول إرهاب دولي وعالمي هذه المرة؟ هل لديه هذه الإمكانيات للقيام بما وعده أو ما يتم التصريح عنه أستاذ ألبرت؟ هلا بالبداية مرحبا بكم في أحاديث ومداخلات سابقة لديكم ذكرت أن قبل الإعلان عن نهاية دولة داعش في سوريا وفي العراق وفي العراق أولا وفي سوريا لاحقا، كانت داعش اتخذت إجراءات من أجل نقل العديد من عناصرها للعمل في بلدانها الأصلية، ونشرت آنذاك داعش وتم العثور على وثائق تثبت الطرق التي شرحتها لعناصرها من أجل الانتقال وكيفية الانتقال إلى أوروبا والطرق التي تعبر من خلالها، وكانت الخط التركي بالدرجة الأولى واضح، ثانيا البوسنة والهرسك، من بعد رومانيا، اليونان بدرجة رابعة، وهلم جرة، حيث سطرت خطة لكل هؤلاء، سمت من هم بالذئاب المنفردة والخيل المسومة، وأيضا ارتكازها على بعض أئمة التطرف
وبعض الجمعيات التي تعمل دائما وما زالت لصالح الجماعات الإرهابية الجهادية داعش أو القاعدة أو غيرها من المسميات. لكن بالتصنيف حاليا لدينا ثلاث أنواع من الذين عادوا من سوريا والعراق إلى أوروبا. أولا وصنفت أنا أن الذين خابت آمالهم من التجربة الجهادية، هذه فئة الأولى. الفئة الثانية هم الذين أصيبوا بالصدمة ما وجدوه على الأرض في سوريا. والمجموعة الأكثر خطورة حاليا في أوروبا وغيرها هي الجماعات المؤدلجة والمتشبعة بالأيديولوجية السلفية الجهادية الوهابية. هذه الفئة الأكثر خطورة، وهي الأكثر عددا حاليا في أوروبا، حيث تم إحصاء ما بين بلجيكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا حوالي 6800 يعني منضم تحت هذا الإطار حاليا. لكن بالعودة إلى موضوع آخر، وهو عملية مكافحة هذه الجماعات المتطرفة هنا، الموضوع يصبح يعني يشكل أكثر تعقيد وأكثر خطورة في التعامل. نعم، بنحكي في متن الحلقة أستاذ ألبرت. نعم، لو تسمح لي حتى لا أطيل أيضا على ضيفي من باريس الأستاذ كادار بيري، اسمح لي أن أوجه له التحية. أستاذ كادار مساء الخير. مساء النور، تحية لك ولمشاهديكم ولضيفك. أهلا بك أستاذ كادار. بعد أن قامت قوات سوريا الديمقراطية بطوي صفحة تنظيم داعش الإرهابي عسكريا في الباغوز، برأيكم هل هذه محاولة من قبل داعش، دعنا نقول، لإعادة تأكيد قدراتها بإطلاق تهديدات تتوعد بها أوروبا والكثير من مناطق العالم؟ أستاذ كادار أكرر تحية لكم. نعم بإمكان داعش فعل ذلك، لأن داعش وتحديدا في أوروبا ليست بحاجة إلى الأسلحة، إنما هي الفكر والأيديولوجية داعش، يعني تكفير الآخرين. فوجدنا هنا في فرنسا وحتى في ألمانيا وبلجيكا، بمجرد أن تتحرك سيارة تضرب جموع محتشدة سواء كانت في أسواق أو في أماكن عامة، فيكون هناك العشرات من الضحايا. إذن الموضوع هو بحد ذاته قوات سوريا الديمقراطية عندما أعلنت انتصارها على داعش على الأرض، أكدت بأنها تم القضاء على داعش كدولة الخلافة المزعومة جغرافيا على الأرض، وأنما حقيقة داعش لم تنتهي ويبقى الخلايا النائمة لها. وأيضا يعني كنا علمنا جميعا بأن الكثير من الأوروبيين انضموا إلى داعش، والكثير أيضا من دول آسيا انضموا إلى داعش، وكل ذلك عبر ممر وحيد كان يأويهم ويؤمن لهم كل شيء، ممر لوجستي كامل يقدم كامل الخدمات لتنظيم داعش الإرهابي. وأعتقد بأن هذا الممر، وهنا أقصد تركيا، ما زال موجودا، وخاصة بعد الاعترافات الأخيرة لي بعض القيادات من داعش الذين تم إلقاء القبض عليهم، أكدوا بأن الدعم اللوجستي دائما كان عبر تركيا. هناك نقطة أريد أن أركز عليها، ليس كل الإرهاب الذي يحصل في أوروبا يكون داعش، أو ما سيحصل في المستقبل سوف يكون داعش. هناك شماعة داعش، وهناك دول تستغل هذا التنظيم واسم هذا التنظيم الإرهابي لتقوم هي بأعمال إرهابية تهدد الأوروبيين والدول الأخرى. يعني باختصار بإمكاني أن أقول، تركيا هددت قبل الآن الأوروبيين بأنها سوف تفتح بوابة اللاجئين إن لم يتم إرضاءها، أو ما تريده، تريد الدعم المادي، تريد مليارات الدولارات، وتريد أن تأخذ الملف السوري كاملا تتحكم به. ونحن نتحدث هنا عن مناطق محددة الآن، والتهديدات التركية الموجهة إلى شرقي الفرات وإلى باقي المناطق الأخرى. فهنا كان التهديد التركي واضح للعالم بأنه سوف يفتح بوابة اللاجئين، وبين اللاجئين سيكون هناك مجموعات من الإرهابيين الذين سوف يعني يدخلون أوروبا ويقومون بأعمال إرهابية. أيضا قوى الأمن في أوروبا وتحديدا هنا في فرنسا وبلجيكا ترصد تحركات الإرهابيين، وهناك من هو تحت المراقبة الدقيقة أيضا. لكن هؤلاء الإرهابيين يجدون فسحة الديمقراطية الموجودة هنا في أوروبا ويتحركون،
إذا لاحظنا تصريحات الأخيرة لتنظيم داعش الإرهابي أو أحد قياداتهم صرح بأنهم تمكنوا من تهريب 40 طن من الذهب إلى تركيا وأيضا مليارات الدولارات إلى تركيا، وكل هذه سوف تكون تمويل لهذه العمليات طيب. الإرهابية. وهنا على الأوروبيين أن يحاسبوا الدولة التركية طيب. عليهم أن يطالبوها بتوضيح كل هذا. قبل الدخول بموضوع الدور التركي اسمح لي أن أعود إلى الأستاذ ألبرت فرحات. أستاذ ألبرت، حضرتك سلطت الضوء على آلية معالجة هذا الفكر الذي فهمت من حضرتك ومن الأستاذ كادار بأن الأيديولوجية ما زالت باقية. برأيكم كيف من الممكن أن نحدد طرق معالجة هذه الأيديولوجية والقضاء عليها حتى يكون مصطلح دعنا نقول قلع الإرهاب من جذوره هو الصحيح في هذه الفترة؟ لا 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 يعني عملية التقرب من هذا الملف والمقاربة لدراسة هكذا الملف تتطلب العديد من الجهود، إن كان الجهود الأمنية وأيضا بعض الإصلاحات الاجتماعية في المجتمعات الأوروبية. سياسة التهميش التي تعاني منها هذه الجاليات أيضا ساهمت في صعود هذا التيار المتطرف. أيضا التسهيلات التي حصلت عليها في البداية هذه الجماعات أيضا أوروبيا من خلال فكرة التخلص منها أيضا ساهمت في تغذية الساحات الجهادية بين قوسين. الدور التركي والابتزاز التركي لأوروبا أيضا ساهم في انتشار هذه الظاهرة. إذا أردنا العودة للأحصائيات التركية، تركيا تقول أنه لديها في السجون حوالي 38 ألف من الذين لم يستطيعوا الوصول إلى سوريا والعراق، فالأرقام جد مخيفة. الأحصائيات الأمنية التي لدينا هنا في أوروبا تتحدث عن وجود 40 ألف مقاتل لم يقتلوا كاملا. هؤلاء يعني خطوط العودة كيف تمت؟ هذا هو السؤال. ماذا تريد أن تفعل هذه الدول الأوروبية تجاه هذه الظاهرة؟ فرنسا لا تريد استعادة. طيب بفهم من كلام حضرتك أستاذ ألبرت، بفهم من كلام حضرتك بأن دعنا نقول المعضلة الأساسية لمشروع القضاء على الفكر الإرهابي المتمثل مبدئيا خلينا نقول بتنظيم داعش الإرهابي بما أنه عم نحكي عنه هو تركيا، في ظل ما أشار إليه أيضا الأستاذ كادار وجود ليست تركيا وحدها، بس هي على رأس القائمة وحدة. يعني الثروة الاقتصادية الداعشية موجودة في تركيا، تستثمر بشكل أو بآخر على شكل وهيئة مؤسسات استثمار وإلى آخره. أستاذ ألبرت تفضل. نعم. الموضوع أيضا هناك دور خليجي، هناك دور سعودي، هناك دور إماراتي في 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 انتعاش هذه الظاهرة. أيضا هناك تصدير للفكر الوهابي إن كان لأفغانستان أو غيرها. ما هي الدول التي حاليا تريد أن تنتقل إليها هذه الخطة؟ هل هو غوانتانامو جديد ينشأ لهؤلاء أم سوف نصدرهم إلى الجنوب الليبي؟ شكلهم صدروا راحوا على ليبيا. أستاذ ألبرت، لا ننتظر انتهاء حفتر من موضوع حربه على طرابلس لتسهيل خروجهم من مصر إلى 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 الشمال الأفريقي، وهذا هو الجانب. عملية منتظر ماذا يحدث في الحراك الجزائري أيضا، كيف تفلت الأمور. نعم هذا هو بيت الداء الجديد. سننتظر ماذا سيحدث عمليا بعد إعلان انتصار النظام السوري واسترجاعه لكل الأمور. توجيه القوى الجديدة لداعش باتجاه إيران، هذه هي العمليات. واستطعنا إبقاء أمر داعش بالطريقة معلقة. نتحدث عن داعش حين نريد كولايات متحدة أمريكية وغيرها من الدول الأوروبية، ولكن نسكت عندما نريد لأننا لدينا أجندات وسياسات مختلفة. هذا هو بيت القصيد الآن. ماذا تفعل الدول العربية تجاه هؤلاء؟ لا أي دولة من هذه الدول لا تريد استرداد هؤلاء. نعم. في العراق عملية. طيب أستاذ ألبرت، حتى نكون يعني موضوعيين بشكل كبير وحضر العراق حاليا لديه لا يقل عن 30 ألف من رعاياه
سوف يريد استعادتها، يريد استعادتهم لوضعهم في مخيمات جديدة في العراق. طيب. عملية فرز هؤلاء الأطفال. طيب. الأطفال، عودة الأطفال إلى أوروبا. الأرقام جد مخيفة. نعم. الأرقام جد مخيفة. إذا أردت أن تتناول أرقام جد مخيفة. يلا هلا بنحكي بالأرقام، بس ارجع لعندك المرة الجاية. خلينا نروح لعند أستاذ كدار، ما بدي طيل عليه أكثر من هيك. أستاذ كدار، سمعت يعني الأستاذ ألبرت كلامه دقيق جدا. هلأ كلامه دقيق جدا فيما يتعلق بموضوع آلية كيفية القضاء على هذا التنظيم واقتلاع هذا الفكر من جذوره. أشرنا إلى تركيا، تحدث عن تركيا. هنا يبدو بأن تركيا هي الدولة الأكثر استثمارا لهذا التنظيم، يعني تحقيق كل أجنداتها تم عن طريق التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي. أستاذ كدار، يعني ليس فقط داعش، فمنذ البدايات جبهة النصرة هو تنظيم إرهابي، وأحرار الشام تنظيم إرهابي، كل هؤلاء تنظيمات إرهابية، واستثمرت تركيا كامل هذا الملف. كانت تركيا أطماع كبيرة في سوريا، وكانت تريد أن تقتضع أجزاء أكبر مما هي عليه الآن من الأراضي السورية، وقالها رئيسهم أردوغان بشكل مباشر: نحن ظلمنا في سايكس بيكو، وكان من حقنا أن نأخذ من حلب إلى الموصل. لكن بعد أن فشلت سياساتهم، وهنا أؤكد فشل سياساتهم على يد أساس الكرد وعلى يد القوات الكردية هناك، جعلت السياسة التركية تفشل، وأصبح همها الوحيد القضاء على المكون الكردي أو القضاء على هذه التجربة الديمقراطية الفتية الحديثة في سوريا. ومن هنا تكمن النقطة التركية. ليست تركيا، يعني لسنا بحاجة إلى دلائل لنقول للمشاهد بأن تركيا دعمت داعش. أحد قيادات داعش الكبار الذين قاتلوا في الرقة وقاتلوا في الكثير من المناطق هرب بطريقة أو بأخرى، وهو الآن موجود في عفرين، وأيضا يقوم له مطلق الحرية بإعادة هيكلة داعش في منطقة عفرين تحت مسميات أخرى. الاسم لا يهمنا، ما يهمنا الفعل الإرهابي الذين يقومون به. فكل تلك التنظيمات وهؤلاء الأشخاص الإرهابيين فعلهم داعش، وهم دواعش. يعني ما يحصل في عفرين ليس دواعش، بل أسوأ من داعش نفسها. لكن بموضوع طرح الحلول، نعم، الحل البداية والحل الرئيسي الذي يجب أن يكون هو رفع المظلومية الموجودة في سوريا والعراق. وأتحدث عن الانتقامات التي حصلت بعد القضاء على نظام البعث، القضاء على صدام المقبور. يعني حصل الظلم بحق الكثيرين من هناك، فالتجهوا إلى التنظيمات الإرهابية. وأيضا في سوريا، إن لم يكن هناك حل عادل وشامل يعني يشمل كل السوريين ويرضى به كل السوريين، سيبقى أيضا من ينتسب إلى داعش لرفع الظلم عنه كما يدعون، أو لتنظيمات إرهابية أخرى. إذن بداية هو الحل العادل والسلمي في سوريا هو ما سيخفف آثار هذا التنظيم الإرهابي. العمل على توعية الناس من خطورة هذه التنظيمات الإرهابية، وهذا يتطلب الكثير من الدعم من كل الدول الأوروبية. ثم هناك لا ننسى أمرا مهما جدا، وهم بقايا داعش المعتقلين في السجون لدى الإدارة الذاتية الديمقراطية، فهناك بالآلاف هم وعائلاتهم وزويهم أطفالهم نسائهم، فكلهم دواعش. يعني ما وجدناه من تصريحات لبعض النسوة هم أكثر شراسة من رجالهم حتى بطريقة تفكيرهم الإرهابي، ما زالوا يؤمنون بعودة الخلافة وكل هذه الخزعبلات. وهناك جهات داعمة لهذا الفكر وهؤلاء الإرهابيين. على الدول الأوروبية أن تتحرك في هذا المسعى وتدعم قوات سوريا الديمقراطية هناك، وتقر بمحاكمات للدواعش على الأرض هناك، ويكون هناك اعتراف رسمي من قبل هذه الدول بهذه الإدارة ودعمها ماديا وعسكريا ومعنويا دبلوماسيا بكل الاتجاهات، كي حقيقة نتمكن من قضاء على هذا الفكر السلفي القاتل لكل البشرية. نحن من ابتلينا فيه في مناطقنا، صحيح هذا الأمر، ولكن لا عليك. طيب. خطورته تكمن على كل العالم، وهذا ما وجدناه هنا في باريس وفي بلجيكا وألمانيا وبالكثير من المناطق الأخرى، أيضا في آسيا وأيضا في أفريقيا، في مصر نفسها، في ليبيا، في كل المناطق خطورة هذا التنظيم. نعم.
ضرب اليد الداعمة لهذا التنظيم. يعني بداية في العراق عندما انتشر وتحديدا من منطقة الموصل، من يتحمل المسؤولية هي الحكومة العراقية والداعمين لتلك الحكومة، وهنا أقصد إيران. يعني الخلل الأمني الذي وجد هناك، 40,000 مقاتل من الجيش العراقي يهربون أمام 200 من عناصر داعش ويتركون أسلحة بمليارات الدولارات، أسلحة حديثة جدا. أليس هذا دعم لهذا التنظيم الإرهابي؟ يعني الحل يجب أن يكون شامل وكامل. تكمن النقطة الأولى في البداية بإيجاد حل سلمي شامل يشمل كل السوريين ويرضى به كل السوريين، ليست فقط جهة واحدة والتعويم جهة على حساب جهات أخرى. طيب أستاذ ألبرت، بالعودة إليك، يبدو بأن موضوع المسألة العسكرية والحسم العسكري غير كافي للقضاء على هذا التنظيم الآن. في ظل إعلان القضاء على تنظيم داعش عسكريا، القاعدة تتنامى إعلاميا على أنقاضه، يعني في أكثر من موضوع وجهة وحركة إرهابية ومنظمة إرهابية. أستاذ ألبرت فرحات في نهاية المطاف. هنا أريد تصحيح بعض الأمور. عملية التصنيف من هو تنظيم إرهابي في سوريا والعراق ومن هو غير إرهابي، يعني أوروبا والولايات المتحدة وفرنسا تحديدا ساهمت في تصنيف جبهة النصرة على أنها تنظيم صديق، ونعلم جيدا أن جبهة النصرة هي الوجه الآخر للقاعدة. هذا هو الخطأ الذي حصل. عملية التصنيفات التي حدثت سألت لتركيا في أن تدخل على هذا الخط، لكن بالعقل الموضوع كيفية التعامل مع ظاهرة داعش وغيرها. أيضا هناك مسؤولية أخلاقية تتحملها الدول العربية وأوروبا في هذا الجانب، والابتزاز الأمريكي يذهب باتجاه الابتزاز التركي في هذا الأمر وفي هذا المجال. يعني عندما نرى أن كل ما تحدث خضة في المنطقة، تركيا تلوح بورقة أنها ستفتح حدود لذهاب هؤلاء إلى أوروبا، وحركات وموجات الهجرة التي أدت من خلال هذه الموجات الكبيرة التي ذهب العديد منهم إلى أوروبا، أن عبر خلالها العديد من مقاتلي وإرهابيي داعش إلى أوروبا وقاموا بالعمليات بدءا من سنة 2015 وصولا إلى السنة الماضية. هذا هو بيت التصنيف الإرهابي للجمعيات والمؤسسات العاملة هنا وفي أوروبا. أيضا يساهم في هذا الأمر، لدينا في أوروبا تحديدا أكثر من 3,000 جمعية إسلامية، العديد تعمل في تمويل وتغذية الإرهاب الداعشي بطريقة أو بأخرى. للأسف تجاوزت أنا الوقت المخصص. أستاذ ألبرت، لو تسمح لي أن أختم هذا المحور. كان معي من باريس الأستاذ ألبرت فرحات، صحفي ومختص بشؤون الإرهابية. شكرا جزيلا لك أستاذ ألبرت، والشكر لك أيضا ضيفي من باريس الأستاذ كادار بيري، رئيس منظمة كرد بلا حدود. مشاهدينا فاصل وندخل المحور الثاني في الحلقة.